في جوجل ترندز في مصر النهارده كانت كلمه صلاح رشوان هي الاكثر بحثا خلال الساعات اللي فاتت. الفنان القدير صلاح رشوان توفي النهارده في فرنسا اثناء تلقي العلاج من مرض السرطان. صلاح رشوان من مواليد 1950 ليه اعمال مهمه في السينما والدراما المصريه، منها دوره في مسلسل المال والبنون ومؤخرا دوره المميز في سلسله مسلسل الدالي مع الفنان القدير نور الشريف.